بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة بان وحل إرهلا سورة يوسف وسورة مكية قرآن كي مككو سودقي أي كمتا مقع سورة يوسف ليرهدو أي اللو بحيي محيي لي سورة دا دمانتين إلا وحي رمويه قصة النبي الله يوسف أي كور رميسا إلى أن تجار ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قصة النبي الله يوسف أي كهر ليس وحي أربع بصورة كلمة مركين تعالى جاره. قصة داس والنبي الله يوسف مرك أو الله سبحانه وتعالى كشي كين أيه مجرد قصة أو لسكشي كين أيه شاكعة نلقوه شيء جمالي، لكن وحنا لقوه شيء يا قصة ذني، وقصة رمتي لقفة إيدي سنة يو، الرمادي أدو تربنا لقفة إيدي سنة، ولذلك يعني وحي إلى ذن علماء سورة ده سورة يوسف، وحي سورة بعد سورة هود. سورة هذا مارت أن كسب بحني قداش يري سورة دكتي وحيليهم وقت جاس أي سورة ده سورة جيسي ووقت النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام شدوين فربذا أسرع يدق مؤمنين تأها الراعي أي لكل من بنك مشركين تأي قريش أي لكل من إلى سنة كاس أي كتل مامان يعني مارة علماء كشيغان عام الحزمي مرقت سنة كيدي أي كتل مامان ووقته أبو طالب أو بنتي حاسكي سي نبي الله محمد خديجة رضي الله عنها أنا أي دمتي مركا شدائد فربذن يدباتوين فربذن أيو النبي كلك المقوم كيسا سلا درت بمركز سورة دان لوجش كينا يا يعني أسد الله فرج الصبر يدلقات حي لي نبكى أديه عدل دباء جمهور رشيد بالليجاي وحلاص قادنا يا نبي الله يوسف امتحانات في أومري دباتوين في أومري أي معركة سورة كش كينا إنسان سورة وحدك دونت محنك يا شدائدك دباتوينك نبي الله يوسف أومري يعني وحويا وحكب الله ظن يا حسد ولا لي أسجل هذا الشيء حسديا إنه كصبر النبي الله يوسف أوض القاطي إلى أي عال كل ردان ويغتا كان لما تدعس صومر عال سلكي إنه مارت كل حجره أي صومر وحصومر يعني ما ركتي إلا أدون صدو أو اللي إبسدو سيدي أدون كي اللي إبسدو أيو صومري أو عبد اللي هي أو نغضو أدون اللي هي أو نغضو أيو مرحلة داسو صومري وحو صومري نبي الله يوسف يعني نحن كي شدائدك إن قرغي أو كسو برباري أو جوغي مركي اللي إبسدو دبدي إن حوانتي جوكتي أي طمعضه أو وليب فاحشين أو كسمية أي طمعضه وكسب ريا ومارك دلقات بوية شيء معصدي وكجهز إلهي بكعبدي سبحانه وتعالى وحوق قاري شدائتك إذا باتضع أي سورد النوغشة كين دونتو إساق أول لدلمي أو وحو سمحين لقو قاري مركي برا أبيسي أي موقتين بريحي الأركي وزينة ذاتي وحبوصة شغط كل حين
يا هدنا الله حبسي وحبس يشدق لك المي لباتوين بقول لك المي اللي حبسه حبس بقول لك المي يشده الله سبحانه وتعالى حبسي وكسب بادية يعني ما رتي نحن سداس وكلب وصامر من نحنوين آدي أدبدا أي النبي الله يوسف وصامري دلقات بوئي شيء إلى الله سبحانه وتعالى مركو حبسي كسو صاري أو نقضى يعني ما رتي منك مصر ما رتي خزائنك وذو بنهايو مسؤول كن نقضى خزن به وذو بنعانتك وهايو إلى إلهي مكان ذا إي درجة ذا سعوسيي وحقوك قاري وصبر يطلقات صبر كمركف وإد أوليه أي سورة داسي ما رتي نوغو الرمي إن وقفك مركو وقفك صبره بلا يدا إيا محن كمركو كو صبراه إيا امتحانات إلهي امتحان أيه عاقبة ذي سئينه نقانيس عاقبة محمودة سيد النبي الله يوسف وكلاته إنه نقنتون إيا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صبر كاس الله فريه مركي أو صبري أو دل قاتي أو دلتين مكة انت سوجر مارت لباتي اللي هو قيست سيد أتباع ديسي إلى مكة لقى عيري وكبحه لبدي تأسقه مارتي يعني قف كليتو مارتي محالي لهلا مقنتيس أو مكة كسو قلا مقالة ديسي أو كدش أو كسو قلا ثم أو كل إجروه بحضر كعرره أو قاري النبي الله محمد مركة صبر كاس أو صبرينا سيد النبي الله يوسف أرضضه والتمكينية إلهي أي النبي الله محمد نؤم مكينيه صلوات الله وسلامه عليه مركز وردا وحوية وتسلية والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لليه كسر بردتك قد باتذا حق وذك إيمان يسو أدل قادر لليه أرك رجي كافر ريه وأنبياء ريه لباتوين كلا كل من ثم سورده حنكو أرك الدونة نبي الله يعقوب ووالد أه والنبي الله يوسف دلي ووايل أه يعني مارتي حزمي إيه مرقتي إيه لباتذا سو قاريسو يسيب أغد القاتي إلمه سيركا أهاي وجعلاي وكا أركي إنو خير إيه وناك أولا مارتي نبي نموء كدر إنسانا لباتذا اللو قيستي أو مارتي يعني كسبر أغد القاتي أصبو مارتي صبر كيسي دلقات كيسي هير أو قاري لباتذا سو قارتي إنو الله إن دبيرو لباك إن بيسينا دعان أو قاري شدري إيمحن كسومري حدنا مركز تبا يعني مارتي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون مروا البضوء لها صبر إلهي ويدي سنين مركا أرمها أي سورة دكو أركينا سورة دنا مجرد شاكك ليونا لو شاكينا يماه حكم كاس أي كجرو وحوى يشدائد كي لباتوين كمركي لبو صبراين عاقبة دي سوحي نقطة عرب وانا أكسن بين نقطة وقف وقدم بين ياوية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را معنى هذا إن بدنا صامر ني الله أعلم بمراده بذلك علماء قار أرنيو يقار أرنيو ولا فسر يايو بمعنى الإعجاز يتحدى بالوجه إذا إن بدنا نقصوا هذا الموضوع. تلك آيات الكتاب تلك تاذاس النبي الله محمد وحل إشارة وحوي وقرآن كوي تاذاس آيات الكتاب كتاب القرآن كآيبه سيويا آيبه المبين أي البين الواضح عد عداء موقذي آيات كسيويا المبين مرك المبين يعني اللي يرهضه يعني لغا كان من بانا أو لازم كي أحي بانا أو يعني معرفة فاعلك كو قابا اللي يرهضه بمعنى البيني وحلو جيدا المبيني البيني الظاهر الواضح الجلي يعني آيات كي موقذي وآيات نمذي ذي بنان كتيلي اللي يرهضه أما إلا يرهضوا فعلك وحلقك وعن الأصل كحكيم المبين من أبانا والرباعي أهو متعدي ومفعول أكتلاب إيسا لغكيني ومركا المبين يعني المبين من عند الله سبحانه وتعالى موجدة يعني مثل عديي آيات كتابك المبين لعديي حق الله لغ عديي ويان
marka bayaankiisa iyo cadeynta oo maarta wax cadeeyo culimada waxay leeyihiin waxa weeye annahu anzalahu bilisaan alcarabi wuxuu bayin mubiin u yahay kitaabka qur'aanka luqadda carabiga buu allah ku soo dejiyey ولذلك مركة ترين أيام القرآن كسو دقيستيسا يعني ما ركتي آية دا وينوشي يسوى نركة دون آية دو كحكتينو عربية بيان مذي سي إضاحي سو حكم دا إنو ضدك أوعد إيو لكل ما يحتاجه الناس من من الحقائق النافعة وحالله وحي حقيقة أنفعه إنو ضدك أوعد إيو أيا كمد أهوي مركة ترين أيام وحير هذان يعني القرآن كان لغة عربي قابل لغوص الدجيي ومعرفة كتل ما مانع علماته أشرف اللغات إنيتاي لغوين كمده وشرف طبضان إنيتاي وحال لغوص الدجيي أشرف الرسل رسول الشيخ رسولك وشرف طبضناء النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحال لغوصه بيبي الله أسوه بيبي أشرف الملائكة وملك الجبريل هو إلهي أسوه بيبي إنه النبي الله محمد سوى قارسيه وحال غسو دجي اشرف اشرف بقاع الارض يعني ارض لما يشاء غشرف تبدني ومكا احيد اسوغ جوغ ايا لغو سو بلاباي وحي ليهين يعني وحال غسو دجي اشرف الشهور في السنه بلا سنه سنضحى بش غو شرف تبدني با لغو سو دجي رمضان كي اه مركا و خو كلن سدي يعني ما رجتي و ككامل نقو خو دمهستيرتي وجوه الشرف باكملها شرف أوطن قرآن كو دميس كرتيويا مركة تلك آيات الكتاب المبين قرآن كي المبين يعني ما ركتي لعديي أما عداء أو ما ركتي إلهي حق ما ظاهر كأهاية موقضي أما حد ألا لقى عديي إنا أنزلناه قرآن كو سود جني أنك سود جني الله لي سبحانه وتعالى قرآنا حال كونه قرآنا متلوة أصدوا القرآن لأخرين أيوه ايان سو دجيني يعني قران كاسو عربيا يعني اي منصوبا الى لغه العربي عرب مقدد لو نسبيي عربي اه لقد عربي لو نسبيي انا لغه عجميه لو سو دجينين قران كاس ايو الله لي اما سو دجيني ما حنا سو دجينا قران كاس لعلكم تعقلون الى قرتان يعني معاني بيسا وآد فهمتان قرآن كدحدي سوحا كسوغن أيام إذن كوكسو دجيني ويان معاني ليسا يوحا دحدي سكسوغن إناد فهمتان دراديد أيام سو دجيني مركا قرآن كان الله هو اللغة عربية وكسو دجيني ما يلب بذن قرآن كوكشيغا سورة الزخرف وكالو نركض وإن شاء الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بوليا أي داسوك أي داس أي بلمرة أي سنة كله لعلكم تعقلون الله حليه في سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي يعني هدي قرآن كان لغتك للغوص الدجين لها لغة عجمية للغوص الدجين لها نبي الله محمد عربة هدي لغة عجمية للغوص الدجين لها معجزة إن قال الله إنه معجزك هذا لو مارت لغت أوسنا قورين قرآن كله قصوا دجيو وينكر الله هايين وحي أرى الله هايين لولا فصلت آياته ما لعدي إلا أنك لقدر من نقاني ما نلو بياني مركز يكو إنكر الله هايين أرى الله هايين يعني قرآن عجمية هي نبي عربية وحلق هذا كرما وحصراع كرما هذا الله سي أرى الله هايين بولي مركز قرآن كان لقدر عربي وقصوا دجيو ما دام أي عرب أهايين لقدر بس إني فهمان وحا قرآن كتحديس كسوغا أيها اللوغو سوى دجيوه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن أنقو نقص وانقصونينا وشيكينينا عليك أذي يدوش هذا النبي الله محمد أحسن القصص قصوينك يعني كو ذو مدو ذو قوان أكسن أيها نقو قصونينا بما أوحينا أي بسبب إيحائنا وحيونشهن سببتي إليك أذيك أنكوسو وحيوني هذا القرآن قرآن كان أو كان أذيك أنكوسو وحيوني سببتي إذا أيام ماركتي وحيك سببتي
أيان أحسن القصص أن كاغش كيني ناويا وإن كنت وإنه شامي كنت وحد أحيد نبي الله محمد من قبله أي من قبل إيحاء هذا القرآن إليك قرآن كان أنت أنا لقوس وحيور كهر لمن الغافلين كوا أنا قرنين قصد يوسف وحيته كوا أنا قرنين بكمتان أما لمن الغافلين وحيك إيه كتابك إيه إيمانك وحوياي من أن قرنين كوا أن قرنين بكمت أحيد ويان سنة أصبات أحيد بالليل مرك الله حولي نحن نقص عليك أحسن القصص قرآن قصد يوسف أيال إشارة الله قلت المام إنا يتهي أحسن القصص قصوين كمد أبونا قبضا إنا يتهي أيو قلت المامي صوبت أحسن القصص لو قبقي وحيليه لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا يعني وحا قصقا دحلي إذا عبروين وحلو عبرقاته وحصورت دحلي إذا قصقا قصد النبي الله يوسف حكموين آدو تربضان با دحلي إذا قصقا وحا قصقا فائدوين فربضان أي قصقا وإنت بأسوبته أدون إيا معرتي دين كذا باللبضة بأسوبته ويا أي دحلي إذا قصقا وي ولذلك إمام البغوي رحمه الله مركو معرتي آيدا أو كهضليه وحسوقه ليحوله قال ابن عطاء لا يسمع سورة يوسف محزون إلا افترح إليها حليها سورة يوسف مدى جيستوه مما قالوا قف مرو جيسا إلا هو قرى حيستايور مروكتي إيا مارت حزنك أيا كفضوا ذاذبوا أرنا ياويا حيالي لباتوين بذن إنه لكل ما دار كيسا إلهي إنه فرج وقفري سبحانه وتعالى مرك هذه دين غدو كو هيستا دا سورة يوسف مدى جيستو وتكون راحيسن دبك إنه إلهي كافضوا ذيو أياك مارك سلاس وكلويا أحسن القصص القصص وحالي له ذا أصلك القصص تتبع الشيء والأثر بالي له شيء قول الرعرع قصص كلي له سلا مارك في سورة القصص وكلا الله أوليه وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثره ويا يعني تتبعي إثره أم أثره راد كيسي دبقلو راد رادي ويا ساسا لوجيه بمعنى تتبع ولذلك القاس مركز لها نحيل هذا قفك القاس اللي يريد هذا كان قسينا يشاكينا معنى الأصل أحان وحلوجه ذا الذي يتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه قفك يعني دبك رأو الراذي ثالثك إي آثارت إي بارو أي اللي يريد هذا ومركا وركي سيدو أحان لقلي ماذا وركي سيدو أحان مركو أخبارتي باربارو الراذي سيدو أحان قفك ألي ماذا أي القاسي اللي يريح داوية قاسي بالأرنى ياوية قلت نحن أنك نقص شاكينين وقصورين عليك أديك كركا النبي الله محمد أحسن القصص قصوين كمد أبوانا أكثر أي أنكو قصورين وأنكا شاكينين يعني أحسن القصص أي أنكا شاكينين بما أوحينا إليك مركب ماذا وتيسك مصدرية عيدوي أي بسبب إيحائنا إليك وحيونشه أن أذيك أنكو وحيوني سببت إذا هذا القرآن قرآن كان أنكو وحيوني سببت إذا بأنكو بكسونينا أحسن القصص أي أنكو شيئينا ويا مركب قصص قصد النبي الله يوسف أبكمدا أحسن القصص قصد النبي الله يوسف أبكمدا وإن كنت وحاد أحي نبي الله محمد مرك إنتان واتم إيرهدان المخففة من الثقيلة لإيرهدو اسم كيدنا أو ضمير شعني أي لمن الغافلين اللام تاس واللام الابتداهة واللام الفارقة اللام تأيدهان نحاد إيرهدانو لبك رسارو يعني إنت أو مخففة من الثقيلة إيه إنت النافية ذا اللام تكالسارتويا وإن كنت وإنه شعني كنت وحاد أحد نبي الله محمد من قبله القرآن كان لغوس وحيوذي هرتي لمن الغافلين كوا غافلين تأهو أنا انقرنين قصد النبي الله يوسف أنا انقرنين باكا مدهي معنى سويل هذا أما لمن الغافلين كوا أنا انقرنين وغافلين تكاء أيات كمدهي يعني القرآن محالي هذا إيمان محالي هذا كتاب محالي هذا أنا أقول لكن ملك لغو وحيوذي باكا مدهي
حلمت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أيضا سوكل يتبه لم يكاوي ما أبن قرنين إلى إله أكوسه وحيوده سبحانه وتعالى وياه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قصدي مركا هل كان يكبر الله بنا إنسان نبي الله يوسف مقدمة ذا إرتا مركا اللو سمين. إذ قال يوسف مركا إن كان فعل ماشي قدرا أنبا ظرف كعسان كن نصبين هناوية أذكر كشاكين نبي الله محمد كشاكين إذ وقت كشاكين قال يوسف نبي الله يوسف أو يري لأبيه أبيه أو يعقوب أو كيري يا أبتي أبها يو إني أنيا رأيت وحان أركي والرؤية أنكو أركي أحد عشر كوكبا أحد عشر كوئية طبا أو كوكبا حدق أحيان أركي والشمس قرحني نوان أركي والقمر ديحي نوان أركي رؤيا كو أركي رأيتهم وان أركي ساجدين أيها أكو سجود سن لي أنك إيه سجود سن أيان أركي بوي. يعني أيضا نحوي نبي الله يوسف هو رياضة أسقو يرى ولين المير أه مين يرى بور رياضة رؤية بيسيبه حكو أركي كو يطبن حدي يقرح ذي يضيحي هو يسقو سجودة هي أيو أركي مركز أبيه أشيغي وهذا كان نبي الله يعقوب أبيه أيو مركز أشيغي ويا مركز كو يطبن كاس يعني مارك حدي إيو قرح ذاس يضيحاتي والنبي الله يوسف أو رؤية كو أركي أيغو سجود سن حتى أيضا هل كان نوما إينا فسن وحيه حدقة عن سجود سن وكو يطبنك قرح ذا يضيح أو سجود سن أيضا هل كان نوما فسن لكن أسلا سورة دا دحن إذا أي أن تفسير كيذا كو أركي دونا الله فانو فسنه سبحانه وتعالى مركة أو النبي الله يوسف إلهي مكانيو أو مصر أو خزين كذي أو نقضوا ما يعني خزينة ذي حوله ذي مالك ذي دم أو قعدت كواهي أو من وين أو مرح أو نقضي أي والد كيس وصار ري ولا ليه مركز وحوك كان مصر والك أي فلسطيني وكسر ري مركز ورب كشا كان يليه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوين وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا يعني تصير كذا مركز ويند مركو أبيه يهويدي أو ساري عرشي زي أسرير الملك مركز كفر إستان أي كو يطبنكي ولا ليه أها إي أبيه يهويدي أو نبي الله يعقوب إي ماركي حسكي سيا أي نبي الله يوسف أسجودين مركز وحير وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أبها يو كان رؤينا يعني هذا كان فعل كان هذا أتسمعين إيسان وسجوده وتفسير كي رؤية ذي واغن يرى عن كل رياضي وإلهي أو من حقا كان لغي أو نبو ذي أي أرنا ياويا مركز تفسير كذا يعني هل كاس أي إمارتي الغوفة سير الدوناء ورب النوغوشي سبحانه وتعالى ولذلك علماء وحي إلى دانس عبد الله بن عباس وكله لقصوا قوريا رؤيا الأنبياء وحي أنبياء الرؤية ذو رؤية أي أركان ووحي وي وحي ويان وشيء وحي أكلت الله وحي أكلوا إذ وقت كشك النبي الله محمد قال يوسف النبي الله يوسف أويري لأبيه أبيه أو النبي الله يعقوبها أكيري يا أبتي أبها يو يعني يا أبتي يعني مارتي قراءة الجمهور وسداوة يا أبتي اللي يريها هذا أو تأذى الله صديقه لكن نا ابن عامر قال يا أبتا أبو أخرنا يا أبتا أيو أخريا إني أني رأيت أبها يو رأيت وحان أركي أحد عشر كوكبا يعني كو يطبن حدي أيان أركي أو والشمس قرحني والقمر ضيحي رأيتهم وان أركي ساجدين أيغو أكو سجود سلي أني سجود سبان أركي مرك هذا ماشان رؤية ذان والرؤية النومية بلوجي ذا رؤية بصرية ذا أحيد معها محايا لي
والرؤية أو هردني أسوه هرداء كري وذي ويا أتي أرك كذا أحيله إن ده أسوه بنانك جوج واركي تالو مجيله محيله حاتوس دارا إني رؤيا هرداء أي تاي ريال وحن رانا أي تاي يعني ما شو ذي دار النبي الله يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك هذا كاسو ذي دار مرك إن الرؤيا تاي أي تسنى يسويا مرك أحد عشر كوكبا وكو يطبن كولا لها أه يا سجل الله دشيم حي النبي الله يعقوب النبي طبعاً ويل بودلي طبعاً اسكه هاي اسكه أبدا أهاين وين وادد وين لبنا اسكه هاي أهاين يوسف يمد كلا النبي الله يوسف يولد كي كلا أو كير السجل يا اسكه هاي أهويا مركا النبي طبعاً كاس أيو ماركتي النبي الله يعقوب ودلي ويا النبي طبعاً كا مركا كوي طبعاً كي صاحري أو ولا لها أها أي كوي طبعاً كا حديق ربط المامية الشمس والقمر نعبيه هو يذيب على قوت المامي يا تفسير كسيدة اللوجي لويا والنبي الله يوسف وسجود يسدى أسكس هذا الني وتاس ويا ولذلك أي وحي إليه ابن كثير يوم مفسرينته وحي تبو ذر يباتي قال كد وحي بعد 40 سنة قال وحي بعد 80 سنة يعني ما رأيت أفرت السنة كدي ما مسديت السنة كدي أي تبو ذيب أورنا يا ويا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا نبي الله يعقوب مركي ويل كيسي يوسف ها او شيغي رؤيدي او اركي ايو نهي كسمين يا ولي هي رؤيدا دا عيدنا او شيغي ولا لها ددك كوغو دو ها ور من هان او شيغي دولي قال نبي الله يعقوب حويري يا بني ويل كيغيو ويل كيغو لا تقصص حشاكين او ها ور من رؤياك أبيك رؤيا ذاريات أركتي على إخوتك ولا لها دشوا هوا شيكين كل أبيك كل بشي هوا شيكين أمرك هذا أشي كيسو فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا أي كهجر سدان لك أي لأجل يعني مارك لك أبيك أي كهجر سدان كيدا حجر في أي كهجر سدان مركاسي ويا يعني فيفعلوا لأجلك كيدا أو كرأذو يرك اللمته مركا اي حجرتي اديك الدراسة اي اسميانو كحستان محايالي ان الشيطان شيطانكو عدو عدوي للانسان دكي اي عدو ايه بني ادمكي عدو قاسو مبين عدو المليس اي عبد هايوية عدو ليس اي نقرصونين شيطانكو عدو عدو ليس اي نقرصونين مركا النبي الله يعقوب ويلكي سيء النبي الله يوسف ayuu kareebay inuu walaalihii riyadan uga sheekeyo sababkan wuxuu uga baqaya inay walaalihii xastaan maxay yeelay yaani shaydaan ka uu raaciyo ciladii buu raaciyay shaydaan baa dadka la xiriiro marka inuu inta shaydaankii tuso yaani maaragtay walaalkood uu tuso oo marka ay xastaan oo dhibaato u geystaan baa dhici karta weeyaan oo ku xambaaray shaydaankii waxa khair lahayn إنه سمعيان مارك تاسو كلا أيو كقبقيا سلاس بو مركب أولي هاي يعني الرؤية هذا مركب عدء دوشة كيسا يسن جرد ولذلك أيو مارك حديث إمام أحمد إمام مسلم أي ورين يعني غير كذب حديث أبي قتادة ورسول كليه عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان رؤية ذا ونأكسل الله حديثي كتمد غفكو الرؤية ذا لبر ريو متكون أركا ريو حن الريو ونكسن ريو ونكسن هدو أركو من الله لا يحقي بكتني حدي أو حلم أركو الريو آن في عنينه وشيطان حقي بكتني بوري مكاسو النبي قال النصائح نسيه صلوات الله وسلامه عليه وحويري فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب ريو جعلي هيا ونكسن هدي أو أركاهي وقفكين كل ريو ذو إذا جعلي هاي مويه يوسف عدك لو بشاكيني وإذا رأى ما يكره ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدفل ثلاثة وليدفل ثلاثة هذه الرياض هم أو أركه ووحو العبية يقفكه وكل رياضة إلهي شرطي لها كما قنقلوا شيطان كان شرطي الله كما قنقلوا من كاس بنحذنا صدح جير يعني هاو طفقه يعني ما أرتفع طوف أو كالحيرة معنى عم رفع طوف ما حط تفلق حالي هذا طوف أو قف سكيرة هذا وليا سيدة حيرة
مركاس الرعيير ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضر قفنا يوسن وشاكين مركا الرياح هذه الرياح انتهي هنا كشاكي سب الله مرة بضع إلهي كما قال شرط يدي شرط الشيطان كذا صدح ذا جارنا مارت دينا عصق طف عذنا أو قشاكين إذا أو قشاكي سمي يسن جرن ويا مركا نبي الله يعقوب مركا رياضي سي وناسني للرياضة ذو وناسنا ضدك أجعش هيبا دو شاكي وإلا حتى ضد أن كجعلين أدو قشاكي سينك وحسكان بعد عكريسو سيد النبي الله يوسف بلوغو حستي أرنتني ويا يا قال النبي الله يعقوب حوير يا بني ويل كيغو لا تخصص كشاكين رؤياك أذيك الرياضة هذا كشاكين على إخوتك ولا لها هاو كشاكين وكلك فيكيدوا لك كيدا أذيك أيكو حقر سدانو يعني أي مارتب حقرسي أيكو حقر سدان يعني فيكيدوا لك كيدا يعني حلاك هذا أي مكركو سميان إخيانا أيكو بو سميان حلاك هذا حلاك سنتو درادة أسميان ويا إن شيطان شيطانكو عدو عدو للإنسان ضدكي بوئيه عدو مبين عدو ذي سؤي موقتب بنانك إطالون قرصوني حي الله باب النوش يقول إن شيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إذن كان عدو كي يشبه ربي سبحانه وتعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث هذا القول النبي الله يعقوب أوتو وكذلك أي مثل ذلك الاجتباء مش مثل ذلك الاختيار يعني النبي الله يعقوب ما دام النبي الله أوها رؤية ذاس أو أركي وحكاقاتي أويل كيس وغشيكي إنو ويل كيس الله قفو دورنا يؤوي هاي إنو رب قفو دورتي أو النبي نمو دورنا يؤوي إنو يحيب كبك عذاني ما دام النبي الله أوي هاي مكاسر وكذلك أي مثل ذلك الاستفاء والاجتباء والاختيار دور شباس إلهي أو كدورتي أو النبي لماذا أو كدورتي يعني دور شباس ربي أو كدورتي أي يجتبيك ربي يجتبيك كدورني ربك أذيك ربي أو كدورني يعني يوسف أو كدورني النبي ميمو رؤية لا ونكسر كدوري أي صدق لأيك النبي لماذا النبي ميمو كدورني يا ويعلمك وكبري الله سبحانه وتعالى من تأويل الأحاديث يعني الرؤيوينك فسراد ذل فسرنا الله كبر يا ويان ويتم الله بما يستري نعمته نعمتيسي عليك أذيك الدش هذا بكل ما يستره كامل يليا وعلى آل يعقوب يعقوب والنبي الله يعقوب آل كيسي أولادي سنة وكو كامل يليا وقل ما يستري يا ويان سلاس أيه وقل ما يستري إتماما دميستر أي دميستري كما أتمها أي مثل إتمامها دميستر كودي أو كليتو نعمدي أو دميستري على أبويك لبغالي أبو دشود أو قد دميستري من قبل فري أو قد دميستري إبراهيم إبراهيم وإسحاق إسحاق لبغالي أبو يعني أبوهي أووغا أووغا لفتيس أبو على أورنكرا أووغي سوالون سبينكرا نبي الله إبراهيم وأوجيوي يعقوب يعني إسحاق نوحوي ومارت وأبيهوي ويعقوب دلي يعقوبنا يوسف وسيد دلي وتاس ويا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني مارت وقتل ما حديث إمام البخاري في صحيحه وكورني أي النبي وحل ويديي أي الناس أكرم تتك يا أبو شرف بدل يا أبو كرامة بدل يا أبو شرف يا أبو ناسب بلوي مركز النبي اللي يري أكرمهم عند الله أتقاك تلك كان هو ناسل ألا أكتوا كان أقول تقوى بدن الله وحق يعني ألا عبس يسوى أقول بدي حيويا مركز وحي رهدين تلك هو يدين ليس عن هذا نسألك به ما هكاك ما أنا ويدين يعني منك أقول تقوى بدن ما أنا ويدين نبي قال سقوا أن سؤالك لو يدينين بوحيري فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن النبي الله ابن النبي الله ابن خليل الله تلك كان هو ناقبلا والنبي الله يوسف محايل والنبي الله يسير والنبي الله بعد عليه يعقوب النبي الله بسيد عليه مارتي إسحاق النبي الله خليل الله أخر النبي الله إبراهيم أي إسحاق نصيد عليه مركزه أبو شرف بلا أفر النبي أسير لقب لا بلا أوغي أي أنبيه نساء تحييه مرك أكرم الناس أي لوجه
مركز يدين ليس عن هذا نسأله ما هكذا وحن كويدين مركز هو حويدين فعن عاد العربي تسألوني ما واحد ويدين يسأل عرفت أصول شيئا قليلا يسيء كلا شرف بدين مئة سؤال يسأل مركز يدين قالوا نعم ها يا قبائلك يا أبو شرف بدين هذا الكاسي ويدين مركز النبي وحوير خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام مال عد كم نصب بدين وكشرف بدين لما أعرف لكن دكيني مركي جاهلي قال لجوه شرفت لها او ام دين ايضا اينين جرين حشمد لها يعني مارتي او دك الظلمي لحال ايمانين وناقي اي خير كشقيني كواس اي مارتي يعني واقي جاهلي خيارك اهي دك وناسمها بايدو كو خير بدا مركي دين كالكسو اي بايدو كو خير بدا مركي خيرية الاسلام كما يشعو كالراديو وكرامضة اي شرفتها سويا يعني ماها حق نصبك اي قديمك لو ما جهد عد كشرف بدني مجر تويا مرك هذا الكاس وحولي يهي كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ومارتي أووغي سيكلا تبا لوجه ذاويا إن ربك رب قاق النبي الله محمد عليم أما وحنجر إن ربك وحاوته نبي الله يعقوب هذا الكوته إن ربك رب قاق يوسف عليم أليه علم له وحقوي وشيء والبقرني حكيم حكم له شيء والببوسكي صلى بقاه حكمه له ويا أيضا مركات نبي الله يعقوب حكو شيقي إنه الله سبحانه وتعالى ويلكي سوء مارك يوسف هو نبي نمو أدورني إنه أدورني وحونا كقرتي الرياضة رؤية أنبياء إنه يتعيب وفهم مارك وكذلك سداس أوكله سيدو حد بالرؤية ذا سكوت سيد دور شذا ونكسن أيو يجتديك كدورني يوسف ربك رب جاجو كدورني يايو نبي نمو كدورني ويعلمك وكبري من تأويل الأحاديث تأويل الأحاديث مرك محل إلى هذا يعني لبما معنى علماء ويكش هيجان لبما معنى علماء ويكش هيجان تأويل الأحاديث يعني إلا يرى هذا وحاوية تعبير الرؤية وتفسيرها رؤية أي ذاتك كل رياضان تفسير كذا إيا مارت ذاتك الله عبره رؤية وحا أي تهي مالك قدك الرياضة تفسير وانا كسنا صح الله صار أي تأويل الأحاديث اللي يرى هذا معنى هذا يعني إن سيدا اللي يرى هذا أو سيدا اللي جيداه سنف كذا مفسرين تودي ذات بغن وكم إذا أي كتك سيدا مجاهد غيره أي كتك وحانا تصين أيوه يعني إن تأويل الحديث الرؤية اللي جيده وحال لو جيده يعني إن رؤية اللي جيده ما ربضا بيسورد دينا اللحظة إذا ما هو إيمان دونك مركي الرؤية دي بقرك أو الرياضي رؤية أو أرك دونه القرآن كان هو إيمان دونك سورد اللحظة إذا ما هو أرك دونه نبي الله يوسف وحبس كجر اللي جيه أو رؤية دي أو فسري أي رب لي وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث يعني مارتي سيدا أصبان أرضانين ومكريني تفسير كالرؤية ذنا الرؤية تفسير كذنا عن أبرني يعني مارتي النبي الله يوسف أصبان الحقيق الدار مركي أبيه يكل أي مادان رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث سيدا أصبان دونا مركا تعبير الرؤية إنه ليه هي أو الرؤية أفسره يعني ماشى تأويل الحديث كتعبيره للرؤية إنه جد وتفسيرها أي مفسرين تكش يجان ويا تفسير كاس معناها سؤال مفسره ويا وحكى لي علماء كفسران وبعض العلماء تأويل الحديث وحي إلى هذا وحلو جد ومعرفة معاني كتاب الله وسنن الأنبياء بالإله كتب إله أسود جيو قال برتم معرفة الله يشوف سنن كأنبياء كه الرئيسي طريقة لأي مراني وحد دين أغها أو قفك قرته أي اللي يرهدا مركا أرمها سنو ويكو شيقان ويا وحين ليه نحد دليل وإن معناها سلي يرهدا سلسور قد احنا إذا كو أرك دورنا إلهي إنه النبي النمذسيي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين أي رب ليه سبحانه وتعالى مركو كامل نقضي من أو نقضي أو لما يسترمي حب أو حب يسوع لما يسترمي يوسف أيان آتيناه حكما وعلما نبي نملي علمي قام صيني مركا يعني تأويل الحديث معناها سنوي كل شيء
لكن لبدا معنى ولبدا معنى ونكسن سيد علماء إليهين وأنا كل من يساويين سيد الشيخ محمد الأمين الشنقيدي في كتابه أضواء البيان وكل أي الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله في تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله في تأويل من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله وسنن المرسلين يعني ساس قرنية وحسب الظاهر كاين آيات كان وحي كل من يتمر تأويل الحديث ما شاكو أركتبا لبدا معنى هو كل من يساء إن تعبير الرؤيا لو جيدو رؤيا دي فسر كذي لو جيدو أما إن لو جيدو كتب إلهي معاني دي دي والله قرطي يسونا دي أنبياء ما رتق وقفك وفهمنا ولو جيدو لبدا بو كل من يساء ويتم إلهي ودما يستري نعمته نعمة يسيبو عليك أذيك دوش هذا أيو كل ما يستري مرهدو إلهي نبي كادي وكو وحيودي وما رتق رسول قادي أيو ربكو يعني كو كل من النعمة يسي أما إلهي حقوق كل من خير الدنيا والآخرة أيقوق كل من يوي وعلى آل يعقوب يعقوب آل كيسنا أهل كيسنا إلهي وقد ما يستري نعمة يسوع كتاميلي كما أتمها على أبويك إتماما لما يستر أو مثل إتمامها على أبويك أو كلويا يعني ما رتي معناها سكر إلى ذا ما هو اسم مصدرية كافتنا مارك هلك سرعيننا كما أتم على أمضى أنا صومرني القرآن كنوع عنه كليتوين كما أتم أي يعني وحنا لنا ماشاف إتماما مصدر بمشاف يعني مارت كحتفا أي صفة طه كافتاسي وحوي وصفة لمصدر محذوف أي نقنسة إتماما لما يسترد أو مثل إتمامها لما يستر كودي يعني نعمة إتمامها نعمة لما يستر كذي على أبويك أبياشة دشة اللي قلنا ما يستره من قبل فري اللي قلنا ما يستره يعني أذى كهر أنت أذى إيمان أما أنا كهر بالله لما يستره إبراهيم إبراهيم أها وإسحاق إسحاق أها يعني إسحاق وين إبراهيم وين سيدو رب نعمة أو النبي نما أسيء أيو أذى يعني سيدو سوكلا أذى أولاد يعقوبنا أو نعمة إلهي قلنا ما يستره يا وين إن ربك رب جاجل يوسف عليم أله علم لوي ووحو قرن يا من يستحق الاجتباء والاستفاء قفك الدور شذا متيستي إلا الدور تم متيستي وقرن يا وحكيم حدنا الله حكم له ويو يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها شيء كستبوسك يسي منزلني أولها الله مدقه ويا مركو الله حكم له ويا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف نبي الله يوسف قصة دي سنحذي دي وحا أهالي لقد كان في قصة يوسف وي. نبي الله يوسف قصة دي سنحذي دي وحا قصقا هي وإخوته ولاله قصة دي وحا نحذي دي قصقا آيات عبروين با قصقا دلائل با قصقا وحلو عبرقاتا قصقا للسائلين ذكا ويدين يو أي أقول سجنت هاي ضك وحويدية أي سؤال شاس يعني أرنت ويدينا استفادة ويدينا يعني وحقا إذا استان ضك أي أقول سجنت هاي بحاجة لقفك سائل كا وآيات كويدية عبروين كويدية كاس وكل انتفاع بحاجة وحقا أطر تاي دليل وحقا مارت أي كقاضني عبروين أي كقاضني لكن قفك كجستو وحقا مارت كقاضن ما يوين ساس اللوجي لقد كان في يوسف لقد كان في يوسف يعني يوسف قصدي سيتحذذي وإخوته ولاليه قصده سيتحذذي وحا أهالي آيات 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 با أهالي آيات كمركب حلو جيدا آيات كافي يعني وح إبروين لقد قادن إبروين ووين باكو سغن لسائلين دكو ويدين يوغو سغن آيات كمركب حلو جيدا وحوي وحكم الدلائل كا قصين يوسف لقد قادن أيو قف إلهي الله خير لضوني إن العد مكة علين كريم كورستاي كريم يوسف ما قال لضمعين لحلاقه أما دي بلو بيستو حضن إلهي وكبت بادي مركب قد قفه خير لما أقول عدنين اسكور استاي كريم وحلقة قادنا وحلقة قادنا يا آياتي دلائل كجراه وحوي وحكم إذا قفه ربي طوره سبحانه وتعالى أو إلاليه عدنا حمكم الرذي كريس نبي الله يوسف سوى اللي يراه أو نن آدو قرحم أو قري حوان سداسو كالعيادنا ناد قرحم
أي خلوة لبدو دي خالق النقدين أو ولبا أي الدمعضي مدحنا يوتعي إني فاحشتي الزنا وكسا ما يتكد معضي أي ربك إلهي سبحانه وتعالى أو دي ذي ما كقفك أو ربك دورينا عندنا ما هذا بين كرتوية عند هل ما من كرتلا ما عند هذا بين كرتوية دي بات أوكي زين كرتاي لما أركب اللوجي ذا وحويان وكلا قسينك وحلقك هذا نيا يعني ما رتي شيطانك حقرتيسا يبانيين تيسو إنو يهي يعني ما رتي شيئا لقبت بالي كريم إلا قف إخلاص لي ما دموي نبي الله يوسف وحياله لقبت بالي وحكم إخلاص كيسي أو الله إلى هذا أسافيين جري شيطان كما كوح لو قبت بالي وإخلاص كاس ويا إخلاص أيا لو قبت بالي ويا مرك إنت تاسي غيرها أو عبرها أيا سورة دحلي ذو كسو قنوية إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف إذ يعني الظرف كان إذ قالوا ليوسف وحلينا هاي يعني وحنكت على جنينا كان ذي لقد كان في يوسف وإخوته أي كحرينا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ وقتبوا أهذي قصد يوسف نحن إذا آيات يقصب نيت قالوا أي رهدين ولا له يوي يوسف ولا له بأرمي ليوسف يوسف إيا وأخوه ولا لك أو مثل كهو يضع أها أحب كل جعيل بني حلوي إلى أبينا آبهن منا أمل اللوغة جعيل بني حلوي آبهن آدبوا لبذل وجعليه أنا قلنا جعليه ونحن والحال نحن أمينا عصبة جماعة يقوح آنا ددوا وين أود لآنا مرك هذا الكاتب لي ونحن عصبة أما قلنا آن رك حوب لي وجماعة أقوية أهو يعني محتري كرآن هاي أيو إلمه يركع أهانا جعل هذه ويا إن أبانا أبهم والنبي الله يعقوب لفي ضلال باب التحريض بكسوغي هاي ومبين بعد ما جاء عبداي أي إليهم بعد ذات لو ما جاءوا الإضلال في الدين لو ما جاءوا دينك الله قد ما الله قد بعدي وقت لو ما جاءوا وحي أجيدان يعني وحوى عدم إدراك الحقيقة أبهن حقيقة إنو خلاله وكل ما هو يساسيرين حقيقة ما أورن جرمين مركو المير أو وحي تريان لأرج أو جعلك جعلك سيسيي وجعلاب أما لي ركوا وين هايو واحتر لهايو أمورتي سبن كشقين ينا إنو نجيستاي ما أورن أسيمين بيليهين حقيقة ما أورن أسيمين تاسل لو جيدا مويه الإضلال في الدين لو مجد الدين كيف يقدم لو مجد سيدا نركض دون إن شاء الله تعالى هذا الكاسب يرهدين وويلشي وقصدي بداية ذي ويا يعني سببت كب حسي إن يوسف حستان مفسرين تقار وحي إليهن رؤية هشيق أويري نبي الله يعقوب أي يوسف شاقي لكن تا قرآن كما شيقي ما هو نشيقي كني وحام الله شاقي إن يتهي حب يجعلك يوسف يولالك ويلمها يركا كالكير وجعلي جعل كاس أي أمارة حسد نما كبحي سيبو يلمها يركا وجعل هذا نغوى وين ونجعل لا أي أي كحستين ويا انت أصلا قرآن انتو كده يستيبان أنا كده يسرين ويا إذ وقت أي أمارة قصدا يوسف أي آيات كسقني قالوا أي رهدين لا يوسف ولا ليه يوسف ولا ليه أو طبنك أويا طبنك اسكو هيد اسكو أبا اسكو أبا أهاوي لا يوسف يوسف يو أخوه ولالك أو شقيقي سيو أخوه يكو أبا كاس أجينا أحبك ولا جعل يحيوي لو جعل بنيها إلى أبينا أبهن مما أمرنا لك جعل بنيها حيويا أصبح آبي لما نقول آبي جعلي وأمرنا لك جعلي ونحن أمرنا عصبة أمنا هي يعني رد جماعه يعني مارك الرد وين أمنا العصبة حق اللقاد وحلوير هذا يعني ملك العلماء تعريفنا يعني قيحيا وحال إلى هذا الجماعة من الرجال عشرة فصاعدة يعني الطبن أو الرقعة يوحي كبدا أي عصبة إلى هذا عصبة لوقوح هي جمارة جماعويا ملك وحي إليه سابوا آبهن وجعل هذا المير يرأوا نوقفض إليه أنه الرقوة وين هايو أقوياؤه مسالح ليسيه دنيس كشقيني
مركز إيرادين إن أبانا أبهن لفي ضلال مبين ضلال كمركة مفسرين تو حدي اللي يراه أي كفسر لهايين حدي أجيدان الضلال في الدين دينكو دين كيبو كرمي حدي أرال لهايين ويكو قالوا بالله المحايا لمن إلهي بالضلال النسبين كفر بين قول الله لكن ضلال كاللو مجيد سنة صوت تعريف إني ضلال كسدح مع نبو قرآن كوي ماذا سدح مع نبو لفظ الضلال وكوي ماذا معناها هو مد كان هذا الآن هي نور وهو عدم إدراك الحقيقة اللي هذا ومعنى هذا أكون فسرني حقيقة ذي مؤورا أسيبين وي حيال الرقوة وين هي المير إنها تكون هي ركا فضشكوة وينها كتكتو وحيليه معها وح توصل معها أساس أجيلا هنا يصير هذا تحين القرآن كوذلك الدونتا يصير صورة بدحلي إذا أي نوغو إمام دونتا أي نوغو أرانا يو قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم بعد هذا قرابة دحلي ذو كسو قمتها ولي حقيقة ما يزيد يعني ما أرتي ولي يعني يوسف في وحلم إلى كتب قيلين يسابي لي ولي وابا ما أرتي حقيقة ذلك عمتك ما يزيد بي لي هذا الكاسي لي وحلم إلى سورة الضحى وقال النبي الله محمد مركو كشي كينا الله أو ما أرتي أو يعني الوقت الله ذي سنة ووجدك ضالا فهدى أبو إله إليه ضلال كان معناه يضماها النبي ينقل سنة صلوات الله وسلامه عليه لكن واحد الوجه علمي قال أو قرآنك دينك إيه توحيدك ما لم أقول لكن إلهي بك رسول كان يقول كهانونية ساسا لوجه ذو حقك تسيوية حقيقة ذو إلهي قوة جيوية ساسا لله معناها سواء معناها كوباد لفظ الضلال أقيم هذا معناها اللبات أو لفظ الضلال اللي هذا والضلال في الدين دينك أو قفه كله ما بالوجه كلمه أو كبابيوبه قرآن كان ويكوبة انتهي مارك رب وحوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ضلال كاسوك حق لقده مبادي وبديوي وحق لقده في سورة ياسين الله حولية ولقد أضل منكم جبلا كثيرا شيطان كهود مية وما ضبطا إذن كذن كمدا أفلم تكونوا تعقلون يعني ساسوا رب لي معناها سدحات الضلال كالله استعماله وحاولي له هو بمعنى الهلاك والغيبة قفك أو هلاك سماء باب أو ملك كم الماء انتو هلاك سماء دمتو ملك كبا بأنا ضلالك والله استعماله في سورة السجدة وقال الله عليه وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد أئن يعني حيلين أئذا ضللنا في الأرض مركا ملك كم من النوع أو كبا بأنا أو جركيني عرضي أو كم النغض عيد أو كم النغضاء ميا نلصنا نولين يو نلق عصبة نلصين يا ميا مركا ضلالك سد حراس مع مضى وكي ماذا لأن الضلال أو بمعنى مارتي وحلي بهذا الهلاك والغيبة ونوك الغبة بقوا لغم الماء عربت ويتقى أنه قفت مركي الآسف وحيث لهذا دفن أوكل الدو جدا يعني مارتي إضلال ذي كت الماما إضلال إيه لهذا هذا يعني دفن إضلال كت الماما مركي قفت الآسف وقف مارتي هلاك سمية وبابا أيضا إليهم لأن نوك كم الماء اللي فيه سين عيدي بكم النقدين ساسو كلامي أورنا يا ويا مركة ضلال كهلكن كي ضلال كي في الدين أها لو مجيده الإضلال يعني كان أو بعد ذاه لو مجيده أي واحد لو جيده وعدم إدراك الحقيقة سيدان كسو حظا ليه مركة سي وحيرة هذين وآيقا ولي تشاني حيرة هذين يوسف إي ولالكي آبهن ونجج عليا مركة آبهن حقيقة ذي مؤونا نصيبي اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين مركي اي سبب كشيغين اي يوسف سدي اي يعني اضغ ابيه يعقوب يا سغ او كلا سار لهاين او مركا حبك يجعلك ابوه اي اهل لهاين اي غان كي دي غاريان مركاس وا ايغا دخلودا شري اقتلوا دله بيراني يوسف يوسف دله أو أمس اطرحوه تورا أرضا نل أو فق أو أن لقرني من كتورا فقية يخلو يعني هعد لوبي أما هيدينك للمقضي لكم إذنك وجه أبيكم أبيهن وجه إيسا هيدين عد لوبي أو كلين أبن قطاني هيدينك ليوبي يعني جعيل كيسي موددي سأتشاني مركي آتسلا سميسان وتكونوا آبهاتان من بعده أي من بعد هذا الصنيع بيوسف مركي
arintan Yuusuf ku sameeysaan oo dilka ama fugeynta ah oo dhul aad fog ku tuurtaan dabadeed min badihi marka gadaasheeda aad ahaataan qowman dad oo saalixiina dad weyn wanaagsan aad noqotaan dad saalixiina oo aad tooba keentaan oo ilaahay usoo noqotaan ficilkii aad sameeyseen ayda marka laba shay unbay yaani soo bandhigeen waa tashaawur dhexdooda ay ka shawrayaan wey mushaawaradoodu waxay ku gaareen laba arrimood midkood in la sameeyo in Yuusuf la dilo Yuusuf in la dilo iyo in la fogeeyo oo dhul fog lagu tuuro uusan ka imaan karaynin asagii aabihiina aysan is arki karin labadaas arrimood midkood in la sameeyo sababtuna waxa weeyaan si wajigii aabba ay u helaan iyo jacaylkii odaga keliya u helaan markuu ka quusto oo wiilka waa dhintay ama la waayo la yiraahdo inuu markaa ayagu jeclaado dabadeedna inay ka toobo keenaan labadaas haddaad samaysaan waad ku guulaysanaysaan maarta jacaylkii aabba waad ku guulaysanaysaan saas ay leeyihiin uqtuluu dila yuusufa yuusuf dila aw itraxuuha ama ku tuura arda dhul oo yacni maaragtay aan cid garanaysaa hijirin uusana ka imaan karin ku tuura yaklu lakum ha idiin keliyooda ha idiin cidlooday waju abiikum aabihiin wejigiisa ha idiin saafin noqdo iyo jacaylkiisa mawadadiisa watakuunuu markaas aad ahaataan min bacdihi ficilka markaad ku samaysaan labadaa midkood markaad ku samaysaan qowman dad oo saalixiina wan wanaagsan aad noqotaan bimacnaa taa'ibiina ila allahi cama jitum bihi wixii aad la timaadeen kuwa ilaahay uga soo noqday aad noqotaan markaas oo rabbi u tooba keenta ama waxay u jeedaan yacni waxay leeyihiin culammada qaar watakuunu qowman saalixiina da macnaheedu waxa waaye amarkiina marka uu hagaagsanaado aabihiin iyo idinka dhexdiinna wixii ku jiray aad ka saarteen oo wiilkii idin mashquulinay aad ka tagtaan aad maaragtay yacni oo dhexdiinna ka baxo marka arrintiina aad heshaan macnahaasna way ku basiraan weyn walidaalika ayuu maxamed ibn isxaaq saaxib siir marka uu ka hadlay wuxuu leeyahay وهذا أمر فظيع منكر لأنه من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وعقوق الوالد أرنتان أي ولاله قوستين لبضع الرمود إني سميانا وأرن آدي أدحن منكر وياه محايا لي رحم كيو لقوي ولا لير أو مارت الماء إن أدقويسو أمدشو أما أطور تؤد عدل مارت بها الله يعنان أتكو سميسو waalidkii adiga ku dhalay oo xuquuqnimo caaqnimo ku sameysood caasi ku noqoto waxa way waxay tusanaysaa buu leeyahay wa qillati ar-ra'fati bis-saghiri alladhi la dhanba la ilmayr oo aan wax dambi iyo galabsadeen la arag naxariis la'aan iyo turid la'aan loo turi waayo ayaa dhexdeeda ku sugan buu oranaya wa bil-kabiir al-faani bil-haqqi wal-hurmati wal-fadl yacni iyo qof oday oo waayeel ah oo aabahood ah oo weliba xurmo iyo xaq ku laho darajo iyo fadli lahaa inay maaragtay yacni u turi waayaan liyufariquu baynahu wa bayna ibnihi calaa sigari sinni asaga iyo wiilkiisa oo weliba da'yar jiro inay kala geeyaan darteed ugu turi waayaan ayaa ku sugan buuli marka wax wanaagsan ma aha shayga ay ku shireen oo ay go'aanka ku gaareen wax fiican maaha qaala qaa'ilun minhum laa taqtuluu yuusufa wa alquuhu fii gayaarati aljub yaltaqithu bacdu asayaara إن كنت فاعلين قال قائل مد أيغا كمده وحو يري مد مارك قال وحو يري قائل مد وحيري هذا أو هذا أو منهم أيغا كمده يعني مد أيغا كمده أم بحض القيري وحو يري لا تقتلوا يوسف قوان كاللبدي قوان وآقادتين ترجيح وذب وسلين وكل رجحية لا تقتلوا يوسف يوسف هدلنا يلا دلن وألقوه الرد يوسف في غيابة الجب عيل كسلكي سماشة وقوة سيسا كردة كتورة انت هدين الله حينين عيل كسلكي سيالة يلتقيده هجر بصدحقاته بعض السيارة تك مسافرين تقار كمده حقاتين يوسف وعيل كهكرا صبحانه إذن كهكا جي إن كنتم هداتيين فاعلين كوا وحسمين يا هداتيين مرضى هدائنا وحسمين دون إيزان قتل قداي dilka joojiya waxa samaysan ceelka ku rida buu yiri oo meeshii ardad dhex gooyay adeen lahaydeen bedelkeedii tan ka dhiga ceelka dhexdiisa ku rida buu ku yiri marka yacni waxay leeyihiin culimmada ninkaas oo hadalkaa yiri
وأحسنهم رأيا في يوسف منك أقول رأيك وناكسن نبي الله يوسف شأن جيسا أقول بارني ماذا بدل أقول تقوى بدل أقول دلالك بدل وأصغر محايا لي يعني وحل إلى هذا عبد منك وناك بوسمين مرد دلك كعلي لبدل وشروي لكن وحل إلى هذا وبعض الشر أهول من بعض لبشر إلا الدلو وشروي إن عال لغر ذنو وشروي لكن لبدل الشر مركز اللي يسدرب بيقو شر تيابا فضد وحفظ بين عالك الغر ذنو أنت مارك اللي دلي لها عالك إن غر ذا أيا وناكسا سلاس بالي إلى هذا ماركي وبعض الشر أهول من بعض وهي علماء إلى هذا الضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل يعني وحوى يضحد نبكى ير هذا نب يرجلو نبكى يركى وحى الغر يبا نبكى وين أيا لقد دفعيا الغر يبا ويا مركا لبدا بد مركا مب وين يمب ير أي جيران كان يربى لقولا للي ماذا مركا منك نوابك منك هو ناسنا أحسنهم رأيه بل وحيدها وأكبرهم سنة حق دائما أنك أموه أيها هاوية مركا سيداس بوكيري لا تقتلوا هدلنا يوسف يوسف هدلنا وألقوه كردا في غيابة الجب عيل كسلكيسا كردا بوير غيابة يعني مارك في غيابة الجب قراءة الجمهور وحوية وإلا إفراديو الإرادة في غيابة الجب الإرادة أي جمهور تقراءة هي أخريان ويا قراءة الناس عصبه أخريا واجمعيا في غيابات الجب بو أخريا غيابات الإرادة أولا جمعيه أي نافع أخرنا يا ويا مركا غيابة وحال الإرادة حق اللغة الغيابة وحال الإرادة غور البئر الذي لا يقع البصر عليه عيل كسلكي سوء مركا فيرسو أرقاقو أسنقاري كرينين سلك آدم أركي كرينين هو سعال كسلكيزا أي لوجيدا يعني غيابة الجب اللي هذا الجب نوحال إلى هذا مركا يعني تعريفين أيان أما قيحة ينوحي إلى هذا البئر التي لم تطوى يعني عيلشا أنا المارت أذكو ذا الكركار كالله سمينين يعني مارت لسن أي جب أصلحان إلى هذا فإذا طويت حديل لمارتي لبسو عيلك حديل لبسو البئر بالي هذا عيل الغرن لك هدوس اسمين وقدس كي هاي الجب بالله وقوم قعاب يا بيلي مركا جب قصدا سالينا مركا وعيلك سالو جيدا سلكي سبا غيابا من لو جيدا الأركيني يا لبير هلك كل ذلك في غيابة الجب عيلك تحديث ماشي سحوسي قليا يلتقيته حقاتي حقاتان يوسف بعض السيارة كوا مسافرين تأقار كود حقاتين السيارة وحال إلى هذا الذين يسيرون في الأرض يعني القوم المسافرون لو جيدا دفت مسافرين تئي هل التقين إن كنتم هداتهين فاعلين يعني عازمين ما تقولون وحد ليلين هدات قوستين كن كلية ثمية عالك تحديث كل ردوية أرنتي بقوان كوقاتين أهنا يوسف لدلم وعيل الغر عيل كل غر يدو أي قانكو قارب مركاتي مركو حيسا ما ينقانكو لسلي أي كهل لهايين كفل لهايين أي أبوه دمي مادين يعقوب أي أو مارتي يعني يعني مارتي عبارة الله تفن أو أبو دبع سن وحقوي دي سنة حي ليوسف ما دام الرؤية داس أو أركي نبي الله يعقوب وقك صادي وحوي واحتضاني وقف صادي من هو قرين أنه ميل آدمي مفسرين تلي مركاسي أبيه ويمادي قالوا حيراني يا أبانا أبهيو ما لك محاك وصبنا أي شيء لك يعني حالك قواسلي لا تأمننا إن هذا النؤمنين إن هذا النؤمنين على يوسف يوسف إن هذا النؤمنين مرنا نودي بميس أبي أبا حيستو هذا رضا اللي فهم يا إنو سمرنا هو قرين ولا ليه إنو راع إنو سمعه قرين أي دلفت إذا اللي فهم لا تأمننا على يوسف يوسف إن هذا مرنا نقول آمينين وما حبيد إن شأني قادي حالك وإن أمدنا لناصحون قوى النصحين يا أنهي له يوسف عن النصحين ناصح أنهي ولا ليه بأنهي ضد ماركتي لكو قيسان أي ماهن مركا هذا الكاس إليهين وإن له لناصحون مركا سوحا أقرسون خلاف ذلك أقرسون نصحوا مقرسون ناصحين وما شربي أولا يدباتين أقرسان وين مركا محاد أبو نؤمن لا أضحي
hadalkaas bay ku yiraahdeen anagoo ninka walaalkay uu yahay oo naasixiin ah naasixiin uu ah weeyo arsil hudir yusuf macna anaga la jirkeena qadan barito barin ugu dar yarta ha ciyaaro waxaan u jeedaa yarta ha cuno oo ha cabo wayalcab ha ciyaare oo ha nala ciyaaro maceene nala garbarito ha na raaco وإنا أمغنا لحافظون كو حفظين بانهي له إساد وحن كحفظينينا من كل ما يسوء وعلا وحي لما يؤو إذل أيانو كإلالينا إنا أو كحفظينينا كدورينا بينا مركا يرتع ويلعب بيرهلين مركا الرتع إذا وحال إذا لا الأكل والشرب بلوجينا الرتع وعبتانك يعنتانك بلوجينا عنب يا عبت محاذر محايل وحال إذا لا رتع فلان في ماله بدرن حبل مالك يسيب الضاقي إذا أنفق في شهواته وحأو جعلي هدو كبحي شهواتك سدو عريز كبيبو أي وحال أرني فلان رتع في مالي حبل يعني منك اللي يرادا حولي يسيب الضاقي بالأرن يوي مركا لعب كان هدو حلو جيدا أي يسعى وينشط سدو أرن يو عبد الله بن عباس وكفة سر يوي ويلعب خمال عيارو ومارة المشاط فيها صوحلة نقول درهان الرعويل كيوية حكى الله آخرية يعني أرسله معنا غدا نرتع ونلعب نوال آخرية نون لبدا بالله قد يقول نرتع أنداقنا ومحصوحنا ومحصوحنا ونلعب عن عيارنا ويا وإنا أمغنا لحافظون كوة إلى لنبان نهي له يوسف كوة إلى لنبان نهي قال النبي الله يعقوب مركي هذا الكاكعود سدين يوسف إن لسيه ولغو دراهي وحو اغو جواب اني انيغا ليحزنني وحا امرق لنيو ان تذهبوا به اي ذهابكم به لتجستي ساء لتكتان قد انيغا بايغو ودان حزن ما بيئي تهيبوني وامرق وي وكامرق وني يوسف انا وايوت بلا تكتان وشي امرق لنيو وي واخاف وحان بقيا وان عبساني ان ياكله الذئب يجي انو عننا يدي اني عنتو اينا وانو قعبسانيا وانتم والحال انتم ارينكنا غافلون كوح المامسان وكمقا اتيين عنه يوسف حقي ساعد كمقا انتين تاسا كبق ياهو مركا لبع الله ايو نبي الله يوسف هل كاكو الشيكتي او سنكسين كرين يعني ويلش او سن يوسف قد يلي كرين تنكو باد وحوي وحويه مفارقتي سأو فراقه فراقه فاروقته فاروقي وانت اوايا انو كمر كمر هوني ولن كان انو لا جوغو الى ليه او جعليه يوسف انو لا جوغو او جعليه طلبات وحوي انو مارت حيوان مفترس او دورك كو جيرا سدا ييده و خي لميده اني ويلكا قنا مخايل رغ واوين واي ايو ترتميو لما ترتمي كرو لما عياري كرو ان مركاسي ماركتي اي يعني او ديبغاسي او عنو او سدا درتيد علمي او كو وايو لبدا سببود ايو ماركتي نبي الله يعقوب او كغودر دارتي ويلشيسي ويا ولذلك ابن كثير وحوليه يعني هذا الكاس او حد النبي الله يعقوب علاد او كدغتي لبدا سببود ميد كميده وحا ويه يعني مارته اخاف ان ياكله الذئب انو ييدي اي عنتمان كبقيا مركاس ابن كثير وحوليه فاخذوا من فيه هذه الكلمه وجعلوها عذره فيما فعلوه يعني وحوي كلمه داس نبي الله يعقوب حال الى عذر بارك ويلشيس اي سمين لهاين اسغا اسي لقيني اسغا اسي شيغه بيرا ما هي هذو صديق لهين انه وحا كبقيا يي او عنو لما يمادين ما يراهدين برنتو يي دي با عنت ما يراهدين مركا افكيسي كقاتين مركاسي هذو كو عذر دارنيا مركا يمادان اي وحي ليهين وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يبا انت بلا ايمان يا بريت مركي يمادان اي اورنيا ويا مركا كلمتها يعني ايو يري النبي الله وحلو جدا اي ويلشي سي بريت كعود دارن دونا ويا قالوا قال النبي الله النبي الله يعقوب حويري اني انا لا يحزنني وحا امرو غلينيو ان تذهبوا به يوسف انا لا تكتان يوسف انا لا تكتان اي امرو غلينيس معناها ان تذهبوا ذا
يعني مارت أنتاس هي مصدر كمصابقة يدي فعل كقدم بيو أي يحزنني لفعل كذي مقارنة يوية إني لا يحزنني وحي مرق لنا يو أن تذهبوا به أي ذهابكم به لتجستي سيوسف الله تكتان تاسع مرق لنا يوسف وأخاف وأنا انبقي أن يأكله الذئب يبي إني عنطبا كبقيا وأنتم إذنك غافلون عنه إذا كما كان أو كما شكول سن إني يبي عنطبا كبقيا ويا قالوا مكاس وحيراني لئن أكله الذئب حدي أو عنييجي أو يوسف أو عناهي ونحن والحال نحن أملنا عصبة جماعة أو رجعه ووين أخوياء حب لآمهي حضوب ييعنه إنا أملوا إذن أي إن أكله الذئب حدي ييجي أو يوسف عناهي لخاسرونك وخساري بابا النعيبين خسارة نكجرناب يعني خسران أو أه يعني ضد عفاه وعاجزينه وخير إليهن الأرض أيانا نحي بهدو يسمعون ما بعوني كرويا مركا حضر كاس وحي الربان طمأنين إن يكون سيان طمأنا يكون دجيان نبي الله يعقوب يكون دجيان ويا لئن أكله الذئب ييجي هدي أو عن يوسف ويي أي عنتاهي ونحن عصبة أننا رجوة وين أو جماعة أو قوحة عنهي حضوب عنا إما عملوا إذن كل كاسي مركا أو عناهي لخاسرونك وخساري وخير إليهن أننجرين أيام هايوية هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.